وبعد ما شفنا التقرير نرجع تاني لضيفنا الكريم الأستاذ رماح أسعد العضو المنتدب لشركة ثروة لتأمينات الحياة. أستاذ رماح، يعني أستاذ مجدي اتكلم في التقرير عن المنتجات، لكن عاوز حضرتك كمان تكلمنا أكتر عن المنتجات وكمان استراتيجية حضرتك للوصول للعملاء اللي الأكثر احتياجا اللي حضرتك بتستهدفهم. هو زي ما قال زميلي الأستاذ مجدي، احنا قدمنا الحمد لله في الفترة اللي فاتت باقة واسعة متعددة ومتنوعة من المنتجات اللي بتغطي كل احتياجات الشرائح الأغلب من المجتمع بالحياة والطبي والادخار وغيرها، وبنستهدف بالتأكيد النفاذ والوصول لأكبر شريحة من العملاء باختلاف تواتبها الاجتماعي بشكل عام. ولكن استراتيجية ثروة واستراتيجية المجموعة انه من القلب ان احنا نقدر نوصل بالتأمين على الحياة الى الشرائح الاكثر احتياجا محدودة الدخل او متوسطة الدخل نسبيا من خلال تصميم برامج تلائم هذه الاحتياجات، ولكن بشكل مبسط بتكلفة اقل في متناول الاسرة محدودة الدخل او متوسطة الدخل، بتسهيلات في السداد قدر الإمكان تسهل أكثر وأكثر للحصول على هذا المنتج التأميني. أستاذ رماح، يمكن اتكلمتوا عن منتجات كتير طرحتها ثروة في السوق المصرية الفترة اللي فاتت، لو حضرتك تقول لي مثلا إيه هي أبرز المنتجات اللي طرحتها في السوق المصرية؟ والله خلال الفترة اللي فاتت احنا زي ما قلت لحضرتك احنا قدمنا باقة منتجات متعددة ومختلفة سواء في التأمينات الفردية او في التأمينات الجماعية، ولكن احنا حاولنا نقدم عدد من هذه المنتجات بصورة متميزة إلى حد كبير. يعني على سبيل المثال في مجال التأمينات الجماعية على الشركات الصغيرة في شريحة يكاد يكون ما فيش حد بيوصلها على الإطلاق من الشركات الصغيرة، الشركات العدد الخمس أفراد والعشر أفراد والخمستاشر فرد، البرامج في السوق بتتعامل مع شرائح أكبر برغم أن دي أكثر احتياجا، قطاع واسع جدا جدا جدا، عدد ضخم جدا من هذه الشركات. صممنا منتجنا بحيث ان احنا نوصل للشركات الخمس افراد، تبدا من خمس افراد. برامجنا الادخاريه الفرديه على سبيل المثال حاولنا نقدم منتج بالغ البساطه، منتج واحد يشمل الادخار والحمايه، ومن خلال هذا المنتج نلبي كل احتياجات المتعددة للمؤمن عليه. يعني محتاج تعليم الأبناء أو محتاج زواج الأبناء، محتاج مبلغ تقاعدي له في حالة التقاعد بالإضافة للحماية التأمينية، كل ده داخل وثيقة واحدة مرنة بيبتديها وبيطور وبيغير فيها مع تطور احتياجاته مع تقادم الزمن، وبأسهل طريقة ممكنة للسداد بتصل إلى، احنا بنحاول قدر الإمكان يبقى سداد شهري بحيث يبقى القسط ميسر إلى حد كبير.